وقعت الإسكوا وسفارة المملكة العربية السعودية في لبنان بياناً مشتركاً يرسخ التعاون بينهما للقيام بأنشطة ومشاريع تنموية في لبنان والمنطقة العربية، وذلك في بيت الأمم المتحدة في بيروت. ويأتي هذا البيان بعد سلسلة من الأنشطة المشتركة، ويحدد أسس التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. للحد من أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجمة عن صدمات المرور، عقدت الإسكوا في عمان الأردن ورشة عمل لمناقشة الإطار التنظيمي للسلامة المرورية الذي أعدته مع خبراء محليين، بهدف تمكين الشباب والشابات في قطر ولإعداد رياديين اجتماعيين متمكنين وواعين لدورهم الوطني. عقدت الإسكوا ومركز نماء للتنمية الاجتماعية اجتماعاً تشاورياً من أجل وضع خارطة الطريق لإنشاء حاضنة اجتماعية في البلاد، وتم عرض الملامح الأساسية لخارطة الطريق هذه. تابعوا المزيد على قناة الإسكوا على يوتيوب وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.